بعد أن طوي ملف المغرب بانسحاب هذا الأخير من استضافة كان 2015 وفي انتظار العقوبات التي ستسلط على الكرة المغربية جراء هذا الانسحاب، يبقى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعيش حالة من التخبط بعد عجز دول ورفض دول أخرى استضافة هذا الحدث الذي كان ولا زال يمثل مادة دسمة عبر مختلف وسائل الإعلام العالمية. التخبط هذا قد يكون مخرجه من بوابة آسيا بعد الطلب الأخير الذي تقدمت به قطر، والذي لقي ترحيبا كبيرا من بعض الجهات البارزة في عالم الساحرة المزدهرة، وعلى رأسها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السويسري جوزيف سيف بلاتير، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الآسيوي الذي أبدى هو الآخر موافقته على هذا الاقتراح. دولة قطر والتي تعيش هذه الأيام أزمة رياضية بعد انسحاب كل من البحرين والإمارات من المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد بسبب خلافات سياسية، ستكون ربما الخيار الأنسب لرجالة مبنى القاهرة نظرا للإمكانيات والمرافق الرياضية العالمية التي يتمتع بها هذا البلد الصغير. وفي انتظار ما ستسفر عليه الأيام القادمة، تبقى هيئة عيسى حياة في صراع مع الوقت، رغم أنها أعطت لنفسها مهلة 3 أيام كأقصى حد للكشف عن اسم البلد الذي سيحتضن الكان المقبل، والذي قد تمتزج فيه هذه المرة رقصة القرى السمراء بإقاعة الخليج العربي.